السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات. إذا هذا التسجيل غادي يكون خاص إن شاء الله بتلاميذات السنة الثانية بكالوريا علوم الحياة والأرض، وغادي نقدم لكم من خلال إن شاء الله هذا التسجيل صحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2020. إن شاء الله غادي نحاول أننا نوريكم كيفاش الطريقة ديال الإجابة على الأسئلة في الامتحان الوطني بطريقة مبسطة، فنرجو منكم متابعة الفيديو من الأول حتى الآخر للحصول إن شاء الله على نقاط اللي هي ممتازة في مادة علوم الحياة والأرض. إذن غادي نبدأ إن شاء الله بالمكون الأول اللي هو مكون استعداد المعارف. هذا المكون هذا دائما كتكون عليه 5 ديال النقط. هذا المكون اللي كنقول استعداد المعارف فيه تعاريف داكو، فيه صحيح او خطا، فيه كذلك بعض المرات كيحطوا لك مثلا رسومات وكيقول لك عطي الاسماء ديال مختلف الرسومات. يعني هذا يعني حاولوا انكم ما تضيعوش هاد 5 النقاط ديال استعداد المعارف لانها كتكون بسيطه جدا. نمشيو نبداو بالسؤال الاول. اجب على ورقه تحريرك عن الاسئله الاتيه: الف عرف الهندسه الوراثيه. بالنسبه لهذا المفهوم هذا كنت شفتوه في الفصل الوحدة الثانية اللي هي وحدة الخبر، طبيعة الخبر الوراثي وآلية تعبيره الهندسة الوراثية، وبالضبط الفصل الثالث اللي هو الهندسة الوراثية مبادئها وتقنيتها. بالنسبة للتعريف ديال الهندسة الوراثية، الهندسة الوراثية هي مجموعة من التقنيات التي تعتمد أو تسمح بنقل مورثة أو مورثة واحدة أو مجموعة من المورثات من خلية معطية إلى خلية أخرى اللي كتسمى بالخلية العائلة. يعني أنا كنشدو واحد الخلية معطية فيها واحد صفة معينة بغيناها، كناخدو واحد القطعة من الأدائن ديالها باش ناخدوه وكنحاول أننا نزرعو في خلية أخرى اللي كتسمى الخلية العائلة. شنو الهدف من هاد الهندسة الوراثية؟ قصد اكساب الخلية العائل صفات وراثية جديدة لم تكن بيانسور تتوفر عليها، او لتحسين صفة وراثية معينة. وشوفوا هذا كيكون عندي جوج ديال الخلايا، كتكون عندي خلية معطية وخلية اللي هي عائل. هذه الخلية المعطية فيها صفة معينة، حنا بغينا هذيك الصفة، كنعرفوا بيانسور هذيك لابارتي ديال لو جينوم اللي مسؤولة على هذيك الصفة. وكنحاولوا اننا كنت قلت مجموعة من التقنيات، يعني انه بين هاد التقنيات هاد الهندسة الوراثية كتتم عبر مجموعة من المراحل. المرحلة الاولى كنعزل المورثة، يعني كنعزلوا هذيك المورثة المسؤولة، حيت قلنا كل مورثة مسؤولة عن صفة معينة، كنعزلوا هذيك المورثة. ابخي في ليطاب الثانية كندمجوا المورثة في الخلية العائل. في ليطاب الثالثة هي دمج المورثة، قلنا ليطاب الثانية هي دمج المورثة في الخلية العائل، وليطاب الأخيرة هي رصد الخلايا المغيرة وراثيا. هذا فيما يخص التعريف. غادي نعطيكم التعريف باش تنقلوه ابخي، التعريف الهندسة الوراثية. قد ما فهمتي الحاجة قد ما تقدر تعبر عليها، ماشي بالضرورة تحفظ المفهوم ديال الهندسة الوراثية. دونك بغيت كيف ما قلنا كتعريف، يعني اللي غتكتبوا في الورقة، الهندسة الوراثية هي مجموعة من التقنيات والوسائل التي تسمح بنقل المورثات أو مورثة من خلية معطية إلى خلية أخرى، بين قوسين خلية عائل، قصد إكساب هذه الأخيرة مجموعة من الصفات الوراثية ولا صفة وراثية جديدة لم تكن تتوفر عليها او لتحسين صفه وراثيه. هذا فيما يخص التعريف، غنخلي لكم التعريف من بعد. بالنسبه للسؤال ب في نفس الدرس، اذكر مثالين لتطبيقات الهندسه الوراثيه، احدهما في المجال الزراعي والاخر في المجال الطبي. يعني مجموعه من الامثله اللي شفنا خلال الدرس ديال تطبيق الهندسه الوراثيه، كاين مجموعه من الامثله غير هما قال لنا مثال في المجال الزراعي واخر في المجال الطبي. مثال اللي كاين عندي واللي شفناه في الدرس في المجال الزراعي، وانتاج نباتات مقاومه للحشرات الضاره اللي هي الطفيليات. يعني
كيكون عندي نباتات وكنديروا لهم التعديل الوراثي، وبالتالي كيوليو نباتات مقاومة للحشرات الضارة مثلا بحال الطفيليات. في المجال الطبي مثال ثاني، انتاج الصناعي لهرمون الانسولين. هرمون الانسولين بيان سور كيف ما كتعرفوا الانسولين كيتم انتاجه، داكوغ، كنقولوا انتاج الصناعي لهرمون الانسولين. كاين مجموعه من الامثله، ولكن حنا اقتصرنا فقط على مثالين اللي كنا شفنا في الدرس. ندوزو السؤال الثاني، يوجد اقتراح واحد صحيح، يعني عندي اقتراح واحد راه اشاروا ليها لكل معطى من المعطيات المرقمه 1 إلى 4، انقل الازواج الاتيه على ورقه التحرير. كدونك كتحاولوا تنقلوا غير هادو داكو في الورقه ديال التحرير، وكل اقتراح دير المقابل ديالو لصحيح رقم من صور الحرف، نعطينا الحروف الحرف المناسب لكل رقم لصحيح. داكو غنمشيو للسؤال الاول، تظهر عيون النسخ خلال المرحله التمهيديه، مرحله السكون، ام مرحله استوائيه، ام المرحله النهائيه؟ بيان سور بالنسبه مضاعفه الادائن كتكون خلال مرحله السكون، وعيون النسخ بيان سور هي كتكون خلال مرحله السكون. يعني هنا واحد واحد ب واحد ب. داكو بالنسبه للسؤال الثاني، يعطي الانقسام الاختزالي. شنو بعد التعريف ديال الانقسام الاختزالي خصك تكون ديجا عارفو الانقسام الاختزالي؟ يعني انقسام كتكون عندي خليه ام ثنائيه الصغه الصبغيه دوزين، وكيعطيني هذا الانقسام الاختزالي 4 خلايا احاديه الصغه الصبغيه. وبين سو هاد 4 خلايا احاديه الصغه الصبغيه عباره عن امشاج، داكور، عباره يعني هاد الانقسام كيخص الخلايا الجنسيه اللي في الاخر كتعطيني امشاج. يعني السؤال اللي لا ريبونس اللي صحيحه في هاد الاقتراحات اللي عطينا كيعطيني 4 خلايا احاديه الصغه الصبغيه انطلاقا من خليه ام ثنائيه الصغه الصبغيه، يعني جوج جيم، داكور. انقسام اختزالي كتذكير كيمر من قسمين، القسم الاول هو القسم منصف، والقسم الثاني اللي هو انقسام التعادلي. قلنا انقسام خليه ام ثنائيه الصغه الصبغيه دوزين، والحصول على 4 خلايا احاديه الصغه الصبغيه اللي هما عباره عن امشاج، هذا فيما يخص الانقسام الاختزالي. ننتقل الان الى السؤال الثالث، اللي هو يتوفر الشخص المصاب بمتلازمه داون. متلازمه داون شفتوها يسوغ في الشدودات الصبغيه. بالنسبه للناس اللي كنقولوا متلازمه داون او بيان سور ثلاثي الصبغي رقم 21، اللي كيكون 3 ديال النماذج ديال 21. وهاد الناس اللي كيكونوا مصابين بداون عندهم مجموعه من بيان سور مجموعه من الصفات، بينها كتكون القامه ديالهم قصيره، كتكون الاصابع اليد ديالهم هي قصيره، كيكون الوجه ديالهم مميز على بقيه انسان عادي. داكو هذه هي متلازمه داون، يعني شذوذ صبغي عنده علاقه بالعدد ديال الصبغيات. عوض ما يكون جوج ديال الصبغيات رقم 21 كيكونوا 3 ديال الصبغيات رقم 21 عوض جوج. يعني ملي عندي نكتبوا الصيغه ديالو الصيغه الصبغيه، غنكتبوا بيان سور الصيغه الصبغيه غيكون عوض 44 غيولي 45 ا، يعني 45 صبغي اللي هما صبغيات بيان سور لا جنسيه زائد اكس اي ولا اكس اكس. كو هذا السؤال، هذا فيما يخص السؤال الثالث. السؤال الرابع، الصيغه الصبغيه لشخص مصاب بمتلازمه كلينفيلتر هي. كلينفيلتر بيان سور هذا المرض يصيب الذكور، دونك بالنسبه للذكور كيولي عندهم واحد اكس زايده، داكو بما ان عندهم اكس زايده غيكون بلس، يعني دوزين بلس 2 بيان سور 22 ا ا، يعني صبغيات اللي هي لا جنسيه. بالنسبه للصبغيات الجنسيه عندها الشخص المصاب بمتلازمه الداون كيتزاد عنده واحد الاكس، يعني كتولي عنده جوج ديال الاكس ايغريك. هاد الاشخاص كيكونوا بيان سور عندهم غالبا ما كيكون عندهم عقم، يعني كيكون عندهم صفات جنسيه ذكريه وكيكونوا داخلين معها صفات جنسيه انثويه حتى تزيد عنهم واحد الاكس. يعني الجواب ديال السؤال 4 هو جيم. ننتقل دابا السؤال الثالث، الشذوذ الصبغي هو تغير في العدد او بنيه الصبغيات. نعم صحيح، بالنسبه للشذوذات الصبغيه كيكون واحد التغير يما في العدد ديال الصبغيات، يعني كيكون واحد النقصان
مثلا في الصبغيات، ولا الزيادة في العدد ديال الصبغيات ما يؤدي إلى ظهور عدة أمراض، أو في البنين يعني في الشكل ديال الصبغيات كينقسم بيان سور واحد جزء من الصبغي داكوغ، هذا هو ما يسمى بالشدود الصبغي، كيكون عنده علاقة بالعدد أو بالشكل أو البنية. دونك ألف صحيحة. بالنسبة للباء، يتجلى الانتقال الصبغي المتبادل في انتقال جزء من صبغي والتحامه بصبغي آخر. دونك خطأ، هذا ما كيتمش الانتقال الصبغي المتبادل، بل بيان سور كيتم الانتقال الصبغي دونك المتوازن. عندي انتقال صبغي متوازن، هاد ب دونك خطأ. بالنسبة للجيم، يؤدي الانتقال الصبغي المتوازن يعني كيكون توازن في العدد ديال الصبغيات، واخا يكون عندي واحد الانتقال. مثلا باي اكزومبل، الانتقال الصبغي المتوازن مثلا كيكون عندي الصبغة رقم 21، وهذاك 21 كينتقل واحد الصبغي واحد فيهم، وكيمشي وكيلتحم مع الصبغي 14. داكور، بالنسبه لهاد الافراد هادو اللي كيكون عندهم انتقال صبغي متوازن، ما كيكونش عندهم تغير في الخريطه، في العدد ديال الصبغيات في الخريطه الصبغيه، ما كيكونش عندهم اي تغيير، وما كيكونش عندهم اي شدود، يعني ما كيبانوش الاعراض ديال هاد المرض على هاد بيان سور هاد الحاملين لهاد الشدود اللي هو اللي وقع عندهم انتقال صبغي. ولكن شكون اللي غادي يكون بيان سور غيبان عليهم اعراض ديال هاد الشدود؟ هما بيان سور الاولاد ديالهم اللي جايين من بعدهم، هما اللي غيكون غيبان عندهم هاد الشدود. داكوغ، بحال مثلا مرض ديال الصبغي، ثلاثي الصبغي 21، اللي هو مرض داون. نمشيو للسؤال، يعني جيم، بالنسبه للجيم يؤدي الانتقال الصبغي الى تغير، نو ماشي تغير، ثبات في عدد الصبغيات، بالعكس يعني جيم خاطئ. انا كنبقى كنشرح باش هكا دي فاصول كاع جاوبتي على 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 السؤال بوحدك. دكا نمشيو للدال، تصيب الامراض الوراثيه المتنحيه المرتبطه بالصبغ الجنسي اكس الاناث اكثر من الذكور. بالنسبه للامراض المتنحيه اللي كتكون مرتبطه باكس، كنعرفوا ان الذكور هاد بيان سور هاد الاقتراح هو خاطئ. علاش؟ حيت الذكور كنعرفوا عن انهم عندهم اكس ايغريك، يعني شكون اللي كيتحكم ليا فيهم؟ اذا كان هذا المرض مرتبط بالصبغ الجنسي اكس، يعني شكون اللي كيتحكم هو اكس. داكور، واذا كان متنحي غيكون بيان سور مثلا بتيت ا ولا بتيت بي، يعني غيولي الذكور عندهم اكس بتيت ا ايغريك، يعني غيبان عن الذكور اكثر. داكور، اذا كان متنحي بيان سور غيبان عن الذكور اكثر من الاناث، حيت الانثى عندها اكس اكس الوغ كو الذكر عنده اكس ايغريك. يعني هاد لا ريبونس د خاطئه. نمر الان للسؤال الرابع، لربط تغيرات عدد ومظاهر الصبغيات بالمراحل المناسبه لها، يعني المجموعه الثانيه. كل بيان سور تغير ديال عدد الصبغيات المظهر عنده علاقه بهذه المجموعه الثانيه. غادي نحاولوا نربطوا، غادي نقراو كاع الاقتراحات، وكل ما بيان سور كل اقتراح نحاولوا اننا نربطوه ب بيان سور الكلمه المناسبه اللي في المجموعه الثانيه. دونك بالنسبه للاقتراح الاول، ازواج الصبغيات المتماثله تشكل رباعيات منتشره في السيتوبلازم. ملي كنقول صبغيات متماثله، الازواج ديال الصبغيات المتماثله، يعني كل صبغي والمماثل ديالو نورمالمون كيكونوا في المرحله التمهيديه الاولى. ملي كتسمع الصبغيات المتماثله عرف ان اوتوماتيكمون المرحله التمهيديه الاولى، يعني واحد ب، واحد ب. السؤال الثاني، تتموضع الجزيئات المركزيه للصبغيات المتماثله من جهتي خط استواء الخليه. دونك دائما حنا في اطار الصبغيات المتماثله، يعني ولكن هذيك الجزيء المركزي وكيتحطوا فاش فوق خط الاستواء. دائما كنهضروا على الصبغيات المتماثله، يعني حنا ديما في المرحله الاولى بيان سور اللي هي ان، ولكن ملي كيتحطوا على خط الاستواء اوتوماتيكمون راه في المرحله الاستوائيه الاولى. يعني الاقتراح الثاني كوسبوندون للالف. كو، بالنسبه للاقتراح الثالث، تتموضع الجزيئات المركزيه للصبغيات المضاعفه. هنا ما قالش الصبغيات المتماثله، الصبغيات المضاعفه في خط الاستواء الخليه. اوتوماتيكمون ممكن نسمع استواء يعني استوائيه، غير هنايا الجزيئات المركزيه للصبغيات المضاعفه اوتوماتيكمون د اللي هو استوائيه 2 3 د.
الاقتراح الرابع إزالة تكاتف الصبغيات الغير المضاعفة لتشكل الصبغين، يعني تكاتف الصبغيات كيمشي ما كيبقاش، داك التكاتف ديال الصبغيات كيكون اوتوماتيكمون في المرحلة النهائية جيم، المرحلة النهائية جوج يعني أربعة جوج. كو هذا بالنسبة لي ريبونس، لي ريبونس غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، عندكم التعريف ديال الهندسة الوراثية، ديجا عطيتكم التعريف، هنا راه كاين تعريف نفس التعريف تقريبا، مختلف شوية حاولت أنا نشرح أكثر. هنا كذلك تطبيقات الهندسة الوراثية في كل من المجال الزراعي والطبي، هنا الأخر بيان سور لي ريبونس ديال لا كيسيون دو، هنا ثلاثة وهنا أربعة. داكوغ هادو غنخليو لكم من بعد باش هكا تأكدوا من لي ريبونس لي قلت لكم، باش هكا تكتبوهم عندكم. أما الآن سوف أمر إلى المكون الثاني اللي هو المكون ديال الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني، اللي كيكون عليه أكبر عدد ديال النقاط 15 نقطة. نبداو بالتمرين الأول عليه 5 نقاط، هي سوف يخص الوحدة الأولى لفهم دور العضلة الهيكلية في تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية خلال التقلص العضلي، نقترح المعطيات التجريبية الآتية. دونك باش هذا عنده علاقة بدرس ديال العضلة. المعطى الأول شعطني من أجل تحديد بعض الشروط الضرورية لحدود التقلص العضلي، تم استخلاص لويفات عضلية انطلاقا من خلايا عضلية ووزعت على 3 أوساط. نقدم بيان سور او تقدم وثيقه واحد حاله هذه الويفات، اللي عطاني حاله ديال الويفات وحطاني بيان سور المواد المضافه، يعني شنو الظروف التجريبيه وشنو هي النتيجه. نشوفوا الوسط الاول، بيان سور في البدايه ديال التجربه كانت هذه الويفات مرتخيه وضفنا لها الاي تي بي والسي ا دو بلس اوتوماتيكمون حدوث تقلص. في الوسط الثاني كانت في البدايه مرتخيه، ضفنا لها الاي تي بي سي ا دو بلس وساليركان بيان سور واحد الماده، راه عطيتكم التعريف ديالها، ماده تكبح، يعني ملي كنقولوا تكبح يعني ما كتخليش الحلمة ديال الاي تي بي، ما كتخليش الحلمة ديال الاي تي بي، كتوقف الحلمة، تكبح هي كتوقف بيان سور اوتوماتيكمون الحلمة ديال الاي تي بي. شنو كنلاحظوا؟ عدم حدود التقلص. بالنسبه للوسط الثالث كذلك مرتخيه، ضفنا ليها الاي تي بي سي ا دو بلس واحد الماده اخرى اللي هي جي تي ا، كنلاحظوا عدم حدود تقلص هذه الماده. هذه شنو بيان سور الدور ديالها، وواحد المانع يرتبط بايونات سي ا دو بلس ويكبح فيها، يعني بحال كيوقف ليا الضوء ديال سي ا دو بلس، ما كيخليهاش دير الدور ديالها هذه الماده هذه. دكو نمشيو دابا السؤال، راه كلشي عندكم في الوثيقه، كلشي عندك تخرجوا من الوثيقه، خصك تكون فاهم شويه الدرس والوثيقة، راه عندك كل شيء فيها، يعني ما غتجيب حتى شي حاجه من راسك. دونك في لا كيسيون الاولى، بالاعتماد على وثيقة واحد استخرج الشروط الضروريه لحدوث تقلص. دونك فين عندي انا تقلص اوتوماتيكمون؟ عندي في الوسط الاول، الشروط اللي كاينين اللي عندي في الوسط الاول ها فوالا، عندي الاي تي بي خاص تكون حلمة ديال الاي تي بي، وخاص تكون ايونات سي ا دو بلس، جوج ديال الشروط حلمة الاي تي بي و ايونات سي ا دو بلس، هادو هما الشروط الضروريه لحدوث التقلص العضلي. بالنسبه قال لك هنايا بالنسبه للتعليل الاجابه، بالنسبه للتعليل كذلك راه كنخرجوه فقط من الوثيقه، كل شيء عندكم في الوثيقه. غادي ناخذو في الوسط الثاني والثالث في محل التقلص باش غادي نقدروا نعلو شنو غادي نقولوا. ينتج عن عدم حلمات، بما ان هذه الماده هذه بيان سور ما كتخليش الحلمات الاي تي بي، يعني هنا ينتج عن عدم حلمات الاي تي بي في الوسط الثاني عدم حدوث تقلص الويفات العضليه. في الوسط الثالث ينتج عن كبح مفعول لايونات، واللي كيكبح ليا بيان سور هذه الماده، ينتج عن كبح ايونات سي ا دو بلس. داكوغ في الوسط الثالث عدم حدوث تقلص الويفات العضليه، وهكا كنكون عليك اجابه، عليك اجابه انطلاقا من المعلومات اللي عندي بين صف الطابلو. الان نمر الى التجربه الثانيه، زرعت الياف عضليه في وسط يحتوي على ايونات سي ا دو بلس الموشي،
وبواسطة تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي، لوحد أن الإشعاع يتموضع في الشبكة الساركوبلازمية. دونك الإشعاع فين كيكون؟ يعني أوتوماتيكمون سي أدوبوس فين كيكون؟ كيكون في الشبكة الساركوبلازمية، في أجمل حالة مين كتكون الألياف العضلية مرتخية، وكيخرج كيمر من الشبكة الساركوبلازمية للساركوبلازم مين كتكون بيان سو الألياف العضلية متقلصة. السؤال شنو قال لي؟ بالاعتماد على معطيات جلبة جوج، أربط بين تموضع أيونات أدوبوس داخل الخلية بحالة الليف العضلي. دونك التموضع ديال أدوبوس عنده علاقة بحالة الليف العضلي. دونك شنو غادي نكتب في هذا السؤال؟ غنقول أيونات أدوبوس داخل الشبكة الساركوبلازمية عندها بيان سور تموضع أيونات أدوبوس في الشبكة الساركوبلازمية هي حدوث ماذا؟ بيان سور ألياف عضلية، ولا كتكون عندي ألياف عضلية مرتخية. وعند تموضع سأدوبلوس في ولا انتقالها من الشبكة الساركوبلازمية إلى الساركوبلازم كتكون عندي ألياف عضلية متقلصة أوتوماتيكمون. يعني هذا الشيء ما جبتوش أنا من دماغي، كل شيء عندك في التجربة، فقط تحاول غير تجاوب على السؤال بطريقة اللي هي بسيطة ديال العوارض. نمشيو للمعطى الثاني. أثناء تقلص الليف العضلي تحدث تفاعلات بين خيوطات الأكسين وخيوطات الميوزين، يتم خلالها استهلاك الأتبي. بيان سو مي كيكون تقلص كيكون واحد التفاعلات بين خيوطات الأكسين والميوزين، وضروري كيكون استهلاك الأتبي. في الوثيقة جوج بيان سو تقدم تطور ليف عضلي في ظروف تجريبية اللي هي مختلفة. فيما تبين الوثيقة 3 تفاعلات بين خيوطات الأكتين والميوزين والتي تؤدي إلى التقلص. بيزو كيف ما كنعرفوا أن خيوطات الأكتين نعرفوا عندي هنا في الصورة ماشي نشرح باش بحال كتذكير. دونك عندي خيوطات الأكتين كيف ما كتشوفوا، هاد خيوطات الأكتين كتكون ثلاثة ديال لي بروتين، كتكون من بروتين هكا هذا اللي دائري الأكتين، كتكون بيان سور من بروتين اخر اللي هو هذا بهذا الشكل هنا يرسمو كيتسمى التروبوميوزين، وواحد البروتين اخر اللي هو التروبونين. هادو ثلاثه ديال البروتينات كيكونوا ما يسمو بخيوطات الاكسين. الوغ كو بالنسبه لخيوطات الميوزين كتكونوا من راسين بيان سور، رؤوس كتكون راسين ديال الميوزين واحد العصيه داكو، كيكون مجموعه من الخيوطات. هاد خيوطات الميوزين اثناء التقلص العضلي كترتبط بخيوطات الاكسين. غنمشيو هنايا راه عطيني بيان سور بحال نقولوا المراحل ديال التقلص العضلي. السؤال شنو قال لي بعدا؟ نشوفوا السؤال. سؤال 3 بالاعتماد على معطيات الوثيقه 2 و 3 بيان سور. نشوفوا الوثيقه 2، على الوثيقه 2 كيف ما كتشوفوا. الوثيقة 3 فسر تطور الليف العضلي الملاحظ خلال مرحلة التقلص اللي هي المرحلة أ ومرحلة الارتخاء. دونك مرحلة التقلص هي كيزيد فيها توتر الليف العضلي، ومرحلة الارتخاء كينقص فيها توتر الليف العضلي اللي هي المرحلة السي. بحال دابا غنقولو حنايا بيان سور شنو هما المراحل، وبيان سور هنا عطيني المراحل وبالاعتماد على هاد الوثيقه جوج، يعني شنو هي الشروط سي ادو بلس و الاي تي بي. دونك غادي نبداو بالمرحله الاولى اللي هي خلال مرحله التقلص اللي هي المرحله اول حاجه كتكون عندي اهاجه. مور الاهاجه يكون عندي خروج ايونات سي ادو بلس من الشبكه الساركوبلازميه الى الساركوبلازم. دكو مورها شنو كيوقع عندي في الوثيقه؟ دونك تثبيت سي ادو بلس ايونات سي ادو بلس على تروبونين داكو، كيتثبتوا ليا هنا. دونك تثبيت ايونات سي ادو بلس على تروبونين كيجيو كيتثبتوا ليا هنايا ايونات سي ادو بلس. ابري بيان سور ما يؤدي هذا الارتباط ديال سي ادو بلس مع تروبونين يؤدي الى ازاحه تروبوميوزين داكو. ازاحه هاهو مايا شنو نفرجو هاد البروتين ديال التروبوميوزين. ابخي هادشي يؤدي الى كشف هي مواقع ديال تثبيت رؤوس ميوزين مع بيان سور على مستوى الاكسين.
دونك المرحله الثانيه هي كشف مواقع ارتباط رؤوس الميوزين على مستوى الاكسين، وبالتالي هذا شنو كيشكل لي مشكل من شرط تشكل مركب الاكتو ميوزين او ما يسمى بالقناطر المستعرضه. كنقول مركب الاكتو ميوزين او القناطر المستعرضه. هاد رؤوس الميوزين راه ديجا بيان سور كتكون عندي تحرير هنا الاي دي بي زائد البي، يعني كتكون اوتوماتيكمون كتكون ا تي بي لاصقه في هاد رؤوس الميوزين، ومني كتوقع عليها حل ماء كتحرر ليها طاقه وكتحرر ليها الاي دي بي بلس البي، وبالتالي كيف ما كتشوفوا دوران رؤوس الميوزين كدور هاد الرؤوس ديال الميوزين بيان سور حولها. دونك دوران رؤوس الميوزين وبالتالي انزلاق خيطات العضلية، وبالتالي كيكون عندي ما يسمى بالتقلص، التقلص العضلي. بيان سور هاد العضلة ما غتبقاش متقلصة ولكن غترجع للحالة الأصلية ديالها. باش ترجع للحالة الأصلية ضروري هي كيف ما كتشوفوا معايا كتثبت هاد رؤوس الميوزين، كتثبت واحد الجزء أخرى ديال الأي تي بي داكو. اون فوا كتثبت هاد كيوقع من بعد ما كيوقع تقلص، كتثبت هاد رؤوس الميوزين كتثبت واحد الجزء ديال الأي تي بي. ملي كتثبتها كيفترقوا رؤوس الميوزين على مواقع بيان سور، على المواقع ولا بيان سور المواقع ديال الاكسين اللي كتكون ديجا مرتبطه معها كيفترقوا، وبالتالي عودة رؤوس الميوزين الى وضعها الاصلي بيان سور غادي تبدا من جديد واحد دوره تقلص اللي هي جديده. هذا فيما يخص السؤال بيان سور ديال الفتره الاولى اللي هي فتره التقلص. السؤال بيان سور في المرحله ديال الارتخاء، علاش ما كيكونش عندي واحد التقلص؟ الا رجعنا هنا في مرحله الارتخاء، هنا في مرحله التقلص حاضر عندي الاي تي بي وعندي سي ا دو بلس، ولكن في مرحله الارتخاء اللي هي المرحله سي ما عنديش سي ا دو بلس داكو. دونك هنايا اول حاجه يعني في خلال مرحله الارتخاء في غياب اي يونت سي ا دو بلس ما عنديش سي ا دو بلس، لا يتشكل ما كيتشكلش ليا اوتوماتيكمون مني ما كيكونش سي ا دو بلس، ما كيتشكلش ليا مركب الاكتوميوزين داكو. كيبقاو هاد المواقع ديال الارتباط ديال الاكتين ميوزين كتبقى محجوبه ما كتبقاش باينه داكو، وبالتالي عدم تشكل مركب الاكتين ميوزين، وبالتالي ارتخاء الليف العضلي كيرجع كيولي مرتخي رغم نشيرو ليها دي مهمه، رغم وجود الاي تي بي. واخا كاين الاي تي بي ولكن ما كانش سي اتوبي، داكشي قلنا شروط الضروريه للتقلص هي الاي تي بي و سي ا دو بلس. هذا فيما يخص السؤال الثالث. نمشيو للمعطى الاخير، المعطى الثالث. تتميز ظاهره التصلب الجثثي بتصلب العضلات المخططه، تحدث هذه الظاهره مباشره بعد موت عنيف مثلا في حاله الغرق لا قدر الله، وتختفي عند بدايه تحلل الجثه، حيث يتوقف انتاج الاي تي بي من طرف الخلايا بعد الموت كما يستهلك مخزونها في هذه الجزيئات بسرعة. كل شيء عندي هنايا في المعطى. سؤال ثلاثة قالك انطلاقا من وثيقة جوج وبالضبط المرحلة بي هما اللي كيهضرو عليها، وبالاستعانة بالوثيقة ثلاثة اعطي تفسير لتصلب الجثثي. شنو قال لي هنايا؟ توقف انتاج الاي تي بي، يعني اوتوماتيكمون نفاد جزيئات الاي تي بي. اول حاجة غادي نديرها هي نفاد جزيئات الاي تي بي وتوقف تجديدها بعد الموت، يعني ما كيبقاش انتاج ديال الاي تي بي كيتوقف، وبالتالي كتبقى هذيك بيان سور كيبقى داك الشخص العضلات ديالو كتبقى في حاله تقلص، يعني ما كيكونش افتراق ديال رؤوس الميوزين على الاكسين، كتبقى مرتبطه، يعني كتبقى هذيك القناه المستعرضه وبيان سور مركب الاكتوميوزين كيبقى يعني كيبقى في حاله تقلص، ما كيكونش واحد الافتراق ديال رؤوس الميوزين عن الاكتين، وبالتالي توقف دورة التقلص ما كيبقاش عندي التقلص ارتخاء تقلص ارتخاء، كتوقف ديك الدورات ديال التقلص في مرحلة التقلص، وكيبقى توتر ديال الى مشينا للوثيقة هنايا هانتوما كيف ما كتلاحظوا في هذه المرحلة هذه كيبقى هذا التوتر ديال الالياف العضلية كيف ما شفتوا كيبقى ثابت، كيبقى فواحد القيمه قصوى وكيبقى ثابت، وهذا الشيء اللي كينتج عنه بيان سور ما يسمى بالتصلب الجثثي داكوغ، كيكون
هذاك الانسان في محا كيبقى غير العضلات ديالو مشدوده متقلصه، هنا ما كيحلوش الارتخاء حيت ال اي تي بي بيان سور نفاد جزء ال اي تي بي وعدم انتاج ال اي تي بي بعد الموت. دوكا هذا بالنسبه الجواب للسؤال 4. هنا غادي نخلي لكم بيان سور صندوق الوصف، غادي نخلي لكم لي ريبونس بريف. هنا قلنا الشروط الضروريه في السؤال الاول ايونات تاتو بلس تحل ماء ديال اي تي بي بيان سور. هنا راه درت ديجا التعليل. هنا السؤال الثاني تاتو بلس ملي كيكون الشبكه اوتوماتيكوم والياف مرتخيه، ملي كيكون داخل ساركوبلازم الياف عضليه متقلصه، تفسير ديال توتر اللي في العضلي. دابا نخلي لكم اجوبه الا بغيتو تكتبوهم. هكا سوف نمر الى التمرين الثاني اللي بيان سور عنده علاقه بالفصل الثاني، طبيعه الخبر الوراثي والاليه التعبيريه. دونك حاولوا دائما نقراو المعطيات بشكل اللي هو جيد، حيت هاد التمارين كيبقاو كيتعاودوا ملي كتجاوب عليهم بنفس الطريقه، غير المعطيات هي اللي كتختلف. عندك دائما كيعطوك واحد المرض، مثلا هنا عندي مرض راو ومرض وراثي، ما بين اعراضه سيلان تلقائي الدم على مستوى الانف ونزيف في الجهاز الهضمي مع إصابة الكبد، تنجم عن هذه الأعراض عند تشوهات في شبكة الأوعية الدموية التي تؤدي إلى غياب شبكة الشعيرات الدموية بين الشرايين والأوردة. لتحديد الأصل الوراثي لهذا المرض نقترح استثمار المعطيات الآتية. دونك دائما كالعادة كيعطيونا واحد المرض معين وكيربطو لينا بيان سور العلاقة ديالو بالبروتين. داكوغ، نمشيو للمعطى الأول. ترتبط مجموعة من عوامل النمو بمستقبلات، يعني عندي واحد عوامل النمو ترتبط بماذا؟ بواحد المستقبلات غشائية. هاد المستقبلات الغشائية توجد على مستوى خلايا الأوعية الدموية من أجل تنشيط نموها. تتطلب وظيفة هذه المستقبلات تدخل بروتين. دونك هاد المستقبلات باش تكون وظيفية خاص واحد البروتين كيتسمى اندوغلين. داكوغ، هاد البروتين هذا هو بيان سور باش تكون هاد المستقبلات الغشائية وظيفية خاص ضروري هاد البروتين هذا، مكون من 36 حمض اميني. بينت الدراسة بيان سور العلاقة ما بين هذا البروتين والمرض. كيف بيان سور المرض راه هو عبارة عن صفة، قلنا اي صفة راه شكون المسؤول عن الصفة؟ بروتين، وكل بروتين شكون المسؤول عليه؟ واحد الموردة معينة. دونك غنمشيو عطيني بيان سور واحد الخطاطة شكل الف، العلاقة ما بين هاد البروتين هو اندوغلين ونشاط المستقبل الغشائي عند واحد الشخص سليم، ها هو شكل الف، والشخص بيان سور المصاب بالمرض شكل باء. دائما كيعطيونا خطط بهذا الشكل، خصك تعرف تربط ما بين العناصر ديال الخطط باش تقدر تجاوب على السؤال الاول اللي هو باستثمارك المعطيات وثيقة واحد بي العلاقه. دائما السؤال كيقول لك بي العلاقه ما بين البروتين اللي هو اندوغلي والصفه اللي هي المرض، واش شخص سليم شخص مصاب بالمرض. دونك شنو غادي ندير انا في هذا السؤال؟ دائما كنجي للشكل، غنقول بالنسبه اللي شخص سليم داكو ارتباط بروتين اندوغلين اللي هو عادي، ملي كيكون عندي واحد البروتين ديال اندوغلين عادي كيكون ارتباط عامل نمو بمستقبل غشائي، وبالتالي الحصول على مستقبل غشائي وظيفي ومما يؤدي الى نمو عادي للأوعية وبالتالي شخص سليم. هادشي اللي عندي في الخطط كنديرو على شكل بيان سور على شكل هكا عوارض، كل عارضه بيان سور كندير واحد السهم قدامها. هنا الشكل باء، دونك ملي كيكون عندي واحد البروتين اندوغلين عند تواجد بروتين اندوغلين غير عادي يؤدي الى ارتباط عامل النمو على المستقبل الغشائي. هذا الارتباط ديال عامل النمو على المستقبل الغشائي يؤدي الى مستقبل غشائي اللي هو غير وظيفي، يعني ما كيديرش الوظيفه ديالو، مما يؤدي الى نمو غير عادي للاوعيه الدمويه وبالتالي شخص مصاب بمرض راو. هادشي اللي عندك راه كتعاود تكتبو تو سامبلوم، ما كتزيد ما كتنقص. هذا بالنسبه للسؤال الاول. نمشيو للمعطى
الثاني كيف ما قلت لكم ان كل بروتين مسؤول عليه واحد المورثة معينة. دونك هاد قال لنا ان هاد المورثة توجد في شكلين ديال الحليلين. هنا عطينا تقدم وتقييدنا جزء من الحليل العادي، ردوا بالكم خويط غير مستنسخ، خويط غير مستنسخ يعني الى عطوني في التمرين خويط غير مستنسخ ديال الاطعمة انا مطالب انني نحوله للخويط المستنسخ يعني قابل للنسخ. الخويط قابل للنسخ غنحولوا ليه بعدا، نحولوا الاد ان قابل للنسخ عاد باش غادي نحولوا لاي ميساجي في تاتونسيون داكو. عطينا عند شخص سليم وشخص اللي هو يا بيان سور مصاب بالمرض. هنا عطيني واحد الجزء من المورث المسؤول عن هذا البروتين، ولكن هاد الاداء اللي عطيني الخيط الغير مستنسخ انا مضطر نحوله بعدا الاداء ان المستنسخ والخيط المستنسخ عاد باش غادي نحولو لا ميساج حتى غادي يطلبوا مني السؤال. شوفوا دونك قالك بالاعتماد على الوثيقه واحد وجوج ثلاثه ايتم وتسيد اي غير ميساج دائما كيطلبوا لايغ ميساجي ومتسيد احمض الامينين مقابل جزء الحليل العادي وجزء الحليل غير العادي. عاد باش غندوزو للتفسير ديال الاصل بيان سور الوراثي للمرض. دونك هنايا نرجع لهذا الجزء ديال الحليل العادي، نكتب بيان سور جزء الحليل العادي بالنسبه للخويط المستنسخ. حنا كنهضروا على الاد ان خويط المستنسخ. سي شنو كتقابلها في الاد ان او الخويط المستنسخ؟ كتقابلها جي، يعني تكون عندي جي 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 هنايا جي سي دائما جي. الوغ كو ا راه كتقابلها تي حيت انا بغيت يلاه بغيت الاد ان خويط المستنسخ ديال الاد ان ا كتقابلها تي. سي كتقابلها جي، جي دائما كتقابلها سي، والتي كتقابلها الا دائما سي. حنا بينا دوزو من الخويط الاد ان غير المستنسخ للخويط الاد ان المستنسخ. سي كتقابلها جي والا كتقابلها تي. واضحين؟ عاد بديك الساعه ملي يخرج ديال الخويط المستنسخ هذيك الساعه غادي نحولو لاي غي ميساجي. بالنسبه لاي غي ميساجي سي كتقابلها جي والا كتقابلها الاو في الاي غي ميساجي. الا بيان سور في الاد ان ميساجي كتقابلها في الاي غي ميساجي كتقابلها الاو و تي كتقابلها الا. داكو هذا هو. دونك غنجي لا ريبونس نتوما غتشوفوا. دونك هنا لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون غادي نحطها لكم حتى هي. دونك هنايا مقابل ديال جزء الحليل العادي عندي سي سي، هذا كنهضروا على لا ميساج سي 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 ا سي جي او جي جي ا سي ا جي سي ا او جي جي ا سي سي جي سي. هذا الحليل العادي. بالنسبه للحليل غير العادي المقابل ديالو سي 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 ا سي ا او جي جي ا سي ا جي سي ا او جي او جي ا سي و سي جي سي. بالنسبه للمقابل ديال الاحماض الامينيه بيان سور كل ثلاثيه نيكليوتيدات عندها مقابل ديال الحمض الاميني. مثلا بحال سي سي الا مشينا قلبنا عليها راه كيعطوكم ديجا طابلو. نمشيو نقلبوا على سي سي فوالا سي سي بيان سور سي 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 هو البرو سي 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 برو و انسي دو سويت. كل ثلاثيه كتقابلها راه كلشي عندكم في مثلا سي ا سي اجون. نشوفوا سي ا سي ها نيكليوتيد الاول نيكليوتيد الثاني هو سي ا سي اللي هو الهيس و انسي دو سويت حتى كنكملوا مختلف الاحماض الامينيه. دونك هكا كل ثلاثيه كاين مقابل ديالها واحد الحمض امين مثلا سي سي برو سي ا سي الهيس جي او جي الفال وانسي دو سويت. داكو كنديرو متسجل الاحماض الامينيه مقابل الجزء الحليل العادي والمقابل الجزء الغير العادي وانسي دو سويت. هدف هادي فيما يخص المقابل ديال لاي بيان سور الاد اللي هو الاغين ميساجي و المقابل المتزايد الاحمر الامينيه. هنا قالك فسر الاصل الوراثي. بالنسبه للتفسير كنمشيو دائما المقابل لاي غير ميساجي الحليل العادي والغير العادي وكنشوفو فين كاين الاختلاف. دونك هنايا بحال بحال كيتشابهو. دونك كاين الاختلاف اللي لاحظتو هنا استبدال عندي استبدال لاحظتو
اس جي او جي ولا استبدال نيكليوتيد جي بي ا بيان سور في الثلاثيه رقم 3. حيت حنا عطينا الارقام ديال الثلاثيه، تحاولوا تخدموا بالارقام ديال الثلاثيه. فوالا شفتوا رقم ثلاثيه 3. دونك هنا اش غنقول؟ استبدال نيكليوتيد جي بال ا على مستوى الثلاثيه رقم 3، وبالتالي استبدال حمض اوتوماتيك مو استبدال الحمض الاميني الفال ب الميثيونين. داكو كيولي عندي استبدال الحمض الاميني الفال ب الميثيونين، وهذا الشيء بيان سور شنو كيعطيني؟ لماذا يؤدي الى تركيب بروتين اندوغلين غير عادي؟ كيعطيني اندوغلين غير عادي، وبالتالي واحد المستقبل غشائي غير وظيفي ونمو غير عادي للأوعية، وبالتالي شخص الحصول على شخص مصاب مرض راو. ولا بينا نقولو اون بغي نقولو غير استبدال هذا الحمض الأميني اللي هو الفال بميوتوني، مما يؤدي الى ظهور بيان سور او الحصول على بروتين اندوغلين غير عادي، وبالتالي ظهور المرض الراو عند الشخص. فوالا يعني داكشي بسيط بسيط جدا، يعني كيبقى يتعاود كل عام، خصك تعرف الطريقة ديال الإجابة على الأسئلة. نمشيو المعطى الثالث. المعطى الثالث، تقدم وثيقة 4 شجرة نسب عائلة بعض أفرادها مصابين بنفس المرض اللي هو الراو. دونك إلا لاحظتو هنايا قالك عندي شجرة نسب دائرة كيف ما كتعرفوا امرأة، ألوغ كو مربع رجل، غير دائرة اللي كتكون ملونة هكا كتكون مصاب. اي واحد كتكون عنده بالاسود هكا كتكون مملوءه في الداخل كون مصاب، واللي كتكون فارغه راه كيكون سليم. سؤال 3، بالاعتماد على وثيقه 4 بين ان الحليل، هنا سهلوا عليكم الاجابه على السؤال، بين ان الحليل المسؤول عن المرض سائد. خصك تبينو تقول واحد تعطي واحد بيان سور شي بروف كوم كو انه راه سائد، وانا المورثة المدروسة محمولة على السيبويد لا جنسي. دونك باش غنقولوا ان المريض سائد، غنقولوا ان اولا ان المرض يظهر عند جميع الاجيال، يعني في الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث. دونك هذا راه دليل على ان المرض سائد. وكذلك بيان سور كاينه واحد النقطة اخرى، عندي بيان سور الانثى 3-1 كيف ما كتلاحظوا، وانت غير مصابه، تنحدر من ابويني مصابين. داكو تنحدر من ابويني هنايا مصابين، يعني هاد الابوين كون كان المرض متناحك كون كان غيبان عندها، بما انه سائد يعني ان هاد بانهم مصابين والمرض سائد يعني غيكونوا مختلفي الاقتران. مثلا غتكون عندهم غوند ابتيت ا غوند ابتيت ا، وهي خدات من عندهم تيت ابتيت ا، داكشي علاش ما باش عندها بيان سور ما باش عندها المرض. داكوغ، هذا فيما يخص يعني كون ان المرض راهو كيكون سائد. يعني شنو غنقول؟ ان الحليل المسؤول كيف ما قلت بين 3-1 مظهر خارجي سليم، كنحذر من ابوين وكنحدد بلوتو 2-5 و 2-6 مصابين. اذا الابوين 2-5 و 2-6 مختلفين الاقتران، دونك الحل المسؤول المرض راهو سائد. داكو نرجعو لي ريبونس نخليهم لكم بعد. قالك المرض بينو انه راه محمول على صبغي لا جنسي. باش نقول انه محمول على صبغي جنسي ولا لا جنسي ولا بيان سور جنسي واش اكس ولا اي، كندير مجموعه من الفرضيات. دونك مجموعه من الفرضيات اللي كننفي فيها كل احتمال باش نوصل في الاخير ونقول انه هنا محمول على صبغي لا جنسي. دونك الافتراض الاول، بما ان المرض يصيب الذكور والاناث اذا المرض غير محمول على الصبغي الجنسي اي اوتوماتيكمون. داكو حيت المرض كيبان عند الذكور والاناث. عاود عندي بيان سور العريضه الثانيه ولا الافتراض الثالث، عندي الفرضيه الثالثه، بما ان الانثى 3-1 سليمه وتنحدر من اب مصاب، فان المرض غير محمول على الصبغي الجنسي اكس. حيت كون كان محمول على الصبغي الجنسي اكس ضروري خاص الاب ديالها غيعطيها واحد الاكس، وبالتالي غيعبر عندها المرض هنا العكس.
هي غير مصابة وتنحدر من أب مصاب، إذا المرض غير محمول على الصبغة الجنسية X. وبما أنه غير محمول على الصبغة الجنسية X ولا على المحمول ولا على الصبغة الجنسية Y، إذن فالمورثة أو الحليل المسؤول عن المرض محمول على صبغي لا جنسي. داكو، دوك ندير مجموعة من الاحتمالات. ب، حدد احتمال إنجاب طفل سليم من طرف زوج جوج تمنية وجوج تسعود، وعلل إجابتك باستعمال شبكة التزاوج. المرض زائد غنمشيو لجوج تمنية وجوج تسعود، دونك جوج تمنية فوالا جوج تمنية وجوج تسعود. بما أن هذا غير مريض والمرض سائد ومحمول على صبغي لا جنسي، بيان سور غادي تكون عنده غروند، بيان سور غتكون عنده غيكون هنايا بتيت أ بتيت أ، ولا على حسب شنو عاطينا هنايا الرمز بلوتو ديزولي. دونك حنا عاطينا ديجا الرمز يعني أ، يعني هاد تمنية بما أنه مرض سائد وهذا بيان سور سليم غيكون عنده بتيت أ بتيت أ، ألوغ كو هاد الأنثى تسعود بما أنها مريضة غيكون عندها يما غروند أر غروند أر ولا غوند اف تيت اخ. ولكن باش غنحدد غنشوف الخلف ديالها، لكن الخلف ديالها كل مريض غيكون عندها غوند اف غوند اف، ولكن ما ان بيان سور احد الاولاد ديالها هنا البلد ديالها غير مصابه، يعني غيكون عندها مختلف الاقطار، يعني عندها غوند اف تيت اخ. دونك الاب غيكون عنده تيت اخ تيت اخ، والام غيكون عندها غوند اف تيت اخ. اكون غنحاول اننا باش هذه بالنسبه النمط الوراثي ديالو، نمط وراثي والنمط الوراثي غيعطينا الامشاج. هذا غيعطيني بيان سور ماشي واحد اللي هو بتيت اغ، الام غتعطيني جوج الامشاج اللي هي كروند اغ بتيت اغ، وغنديرو شبكه ديال التزاوج غنشوفو. دونك لا ريبونس كيف ما قلت لكم هنا، دونك هنايا احتمال انجاب طفل سليم من طرف الزوجين. دونك كنديرو الاباء جوج تمنية وجوج تسعود، وكنوضح حداهم واش ذكر ولا انثى. المظاهر الخارجية قلنا واحد سليم عنده بتيت أ، والانثى مصابة عندها كوند أ، قلنا مختلف الاقتران حيتاش عندها احد الابناء ديالها سليم كوند أ بتيت أ، وهنايا بتيت أ بتيت أ. الامشاج غيعطيني ماشي جوج واحد أ باحتمال 100%، هنايا جوج الامشاج كوند أ واحد على جوج نص 50-50، وبتيت أ وندير شبكة التجاوز تو سامبلومون كوند أ بتيت أ مع أ. دونك غيكون غوند اغ ما فيتر، يعني الاحتمال الانجاب ديال واحد بيان سور طفل سليم هو واحد على جوج، والاحتمال ديال انجاب واحد الطفل اللي هو مصاب حتى هي النصف. داكو، هاي غوند اغ فيتر اللي كيعطيني بيان سور واحد مصاب غوند اغ، وبتيت اغ ما بتيت اغ واحد سليم، يعني احتمال انجاب طفل سليم من طرف الزوج جوج تمنية وجوج تسعود هو واحد على جوج. واضح. دابا غنمشيو للمعطى الرابع، مرض راو هو مرض قلنا وراثي نادر داخل سكينة معينة، يصيب هذا المرض شخص واحد بين 5000 شخص، يعني واحد على 5000. داكو، مع العلم أن هذا المرض راهو سائد باعتبار هذه السكينة خاضعة لقانون هاردي وينبرغ، وحسب تردد كل من الحليل العادي والحليل المسؤول. دونك الحليل المسؤول المرض راه هو سائد، يعني غروند اغ، وغنحسبو تردد الحليب تيت اغ. تيت اغ دائما تيت اغ يعني كو متنحي كنرمزو ليه بكو، ولي سائد اللي هو غروند اغ كنرمزو ليه بغروند بي. داكو، غادي نشوفو الطريقة ديال الحساب. دونك بأن هنايا عندي المرض سائد، يعني شنو غادي نديرو بالنسبة للمظهر الخارجي غروند اغ؟ المظهر الخارجي غروند اغ شنو غيساوي؟ غيساوي ليا بيان سور دو بي كو زائد بي. دونك حنا غنمشيو لا ريبونس نتوما باش نوضح لكم اكثر. دونك اف لي ار بالنسبه للمظهر الخارجي السائد شنو غيساوي؟ بي وسيتنا بما ان قالوا لنا الساكن خاضع لقانون هاردي وينبرغ. دونك هاد غروند ار شكون اللي غيكون داخل فيها؟ جوج ديال المظاهر اف لي غروند ار، جوج المظاهر الناس اللي عندهم مظهر اف لي ار كونت اغ كونت اغ اللي هما بي او سي اتنين، زائد الناس اللي المظهر الخارجي ديالهم كونت اغ بتيت اغ اللي هما دو بي كو. هادشي كولو الناس اللي مرادين واحد على 5000، واحد على 5000 هادشي كاملة في المعطيات.
يعني بي او سي زائد بي او زائد او، هذه بما ان ساكنه هذه كتكون فالابل، مي كتكون ساكنه متوازنه كتكون بي او سي زائد جوج بي كيو زائد كيو سي كتساوي واحد. يعني كيو سي هنا بي او سي زائد جوج بي كيو راه هي ديجا اللي هي واحد على 5000، يعني واحد على 5000 زائد كيو سي تساوي واحد. انا اش باغي؟ باغي التردد، التردد ديال الحالين المتنحيه، يعني كيو سي تنان اللي تيكال واحد، وهذا اللي عوضناه بي او سي تنان زائد جوج بي كيو عوضناه بواحد على 5000، يعني غنديوها في الطرف الاخر تولي واحد ناقص واحد على 5000 اللي هي تقريبا صفر فاصلة. دائما ديروا ربعة الارقام منفصلة راه كيذكروها، صفر فاصلة 9998. داكو، يعني تو سامبلومون اف غنحيدو هاد الجذر كيو سي تنان، نحاول نحيدو ان الجذر، غنديرو الجذر ديال هذا الرقم هذا كي، يعني اف ل اخ كتساوي كي، هذا شنو بغينا غير كي ماشي كي سي تنان، وكتساوي لنا 0.9998. غتبقى ليا هذا تردد حالي المتنحي، بقات ليا تردد حالي السائد، عندي عارف انا بي بلوس كي ايتيكال ان، يعني بي اللي ايتيكال ان موان كي اللي هي واحد، عندي كي ديجا غندير ناقص واحد ناقص 0.9898 اللي هي 0.0002. داكو، هذا تردد الحليل المسؤول عن المرض اللي هو الحليل السائد. بالنسبة للسؤال الثاني، تردد مختلف الأنماط الوراثية داخل ساكنة، يعني اف ملي كنقول الأنماط الوراثية اف ل اخ، اغ كونت اغ 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 كونت اغ فيت اغ و فيت اغ فيت اغ. هنا قالك اربع ارقام مورا الفاصل اللي تبقاو تكتبو في النتائج. دونك هنا غنطبق، كتعرفوا ان الانماط الوراثيه بتيت اغ بتيت اغ اللي ديكال كيو سي تنان، ديجا عندي كيو غندير او سي تنان وغندير اللي ديكال، راه تتبقى عدد اللي كيبقى كروند اغ بتيت اغ كتساوي دو بي كيو دائما، هادي عندي بي، بي ديجا حسبتها وعندي كيو، غندير جوج مضروبه في بي شحال عندي ومضروبه في كيو اللي ديكال كروند اغ، كروند اغ هي بي او سي تنان اللي ديكال بي او سي تنان، الا هادي درناها او سي اللي درنا اسيد ندخل ليا زيرو، دونك اللي تيكال زيرو، يعني هاد كيتعاودو نفس الاسئلة، غير خصك تعرف الطريقة ديال الاجابة. هذا فيما يخص السؤال ربعة الف. الان غنمر للتمرين الثالث اللي هو القوانين الاحصائيه. دونك بالنسبه للقوانين الاحصائيه غادي نحاول ان نقراو المعطيات في اطار دراسه انتقال الصفات الوراثيه عند ثنائيه الصغر الصبيه. نقترح دراسة انتقال صفتين وراثيتين شكل أذنين ولون مخطم أو مقدمة الأنف. داكوغ، التزوج الأول، دونك عندي نعاج بأذنين متصبين وعندي كبش بأذنين غير منتصبين. دونك كنحصلو في التزوج الأول على أذنين بيان سيغ منتصبين. التزوج الثاني عندي نعاج بمخطم فاتح اللون ولا مخطم قاتم اللون، كنحصلو على فاتح اللون. دونك دايما نقرا التزوجات نحاول أنني ندير لهم بريفياسيون عندي في ورقة الوسخ، ما يمكن يستنتجو من خلال التزوجين الأول والثاني على الإجابة كاينة، نستخرجو أش من تزاوج. داكوغ، و نشوفو شنو هي الصفة السائدة والصفة المتنحية. دونك إجابة على هاد الأسئلة هادو بنا هنايا. بالنسبة للإستنتاج عندي دراسة في التزاوجين معا، عندي دراسة انتقال صفة وراثية واحدة في كل من التزاوجين، تزوج أول تزوج اللي كندرس انتقال صفة وراثية واحدة. دونك كنقولو أن الأمر يتعلق بالهجونة الثنائية في كل من التزاوجين، كيفما كتشوفو هنا عندي صفة ديال شكل الأذنين يعني هجونة أحادية. هنا في التزوج الثاني دراسة صفة بيان سوغ واحدة اللي هي مخطم في لون مخطم، يعني
هوجونا كنتكلمو على هوجونا واحد ياكون كنا كنتكلمو على في نفس التزاوج جوج ديال الصفات مختلفين كنا نقولو الهوجونا تنعي دونك هنا دارت انتقال بيان سور صفة وراثية واحدة دونك نتكلم عن الهوجونا الأحادية في كلا بيان سور التزاوج الأول والتزاوج الثاني دونك في الخلف متجانس في كلا التزاوجين جوج بيهم يعني كيخرج لي 100% ماشي النص كيخرج لي بشكل ونص الآخر بشكل كلشي 100% داكشي علاش كنقول لا في التزاوج الأول لا في التزاوج الثاني داكشي علاش كنقول أن الخلف متجانس في كلا التزاوجين دونك الآباء اوتوماتيكمون من سلالة نقية داكوغ في كلا التزاوجين دونك حسبها هنا تحقق القانون الأول لماذا اللي تيقول ليا إذا كان الخلف متجانس إذا الأبوين من سلالتين نقيتين داكوغ الخلف التزاوج الأول بأذنين متصلين دونك الحليل هنا إلا رجعنا بما أن عندي الخلف التزاوج الأول خلف بأذنين منتصبتين إذا الحليل المسؤول عن الأذنين منتصبتين حليل سائد داكوغ ألوغ كو الحليل المسؤول عن الأذنين غير منتصبتين حليل متنحي ونديرو الرمز نشوف الرموز اللي عطاونا هنا كيعطيهم في الأخير ها هو دونك دي كون دي و تيت دي هنا اس و تيت اس يعني الحليل السائد هو غوند دي أذنين منتصبتين والحليل المتنحي أذنين غير منتصبتين جيت اس هنا بالنسبة لون المخطم فاتح الحليل مسؤول عن لون مخطم فاتح اللون حليل سائد بينما الحليل المسؤول عن مخطم قاتم اللون حليل متنحي يعني هنا غوند اس وهنا بجيت اس داكوغ هادو دائما كيتعاودو نفسه دونك كنمشيو للسؤال الموالي دونك التزاوج الثالث اعطى التزاوج اختباري بين النعاج بمظهر خارجي بمظهر خارجي سائد بالنسبه للصفر يعني خدينا تزاوج اختبار بين نعاج بمظهر خارجي سائد بالنسبه للصفتين معا يعني بحال نقولو خدينا أخرف أذنين منتصبتين وزوجناهم بيان سور بخرف مخطم فاتح اللون يعني صفتين سائدتين وأكبر مظهر خارجي متنحي شنو عطاني عطاني 45 خروف أذنين منتصبتين بحال ولينا كان هنا كنخدمو على الهجونة الثنائية بأذنين منتصبتين ومخطم بلون فاتح عطاتني 38 خروف بأذنين غير منتصبتين ومخطم بلون قاتم هنا تسعد خرف بأذنين منتصبتين ثمانية دونك هنا سؤال لك بين أن المورثتين مرتبطتين ثم استنتج الأنماط الوراثية للأبوين بالنسبة للتزاوج الثالث دونك إلا بغينا نبينو أن المورثتين مرتبطتين دونك بالنسبة للسؤال الثاني كيف متتين ثم استنتج الأنماط الوراثية للأبوين بالنسبة للتزاوج الثالث دونك باش نبينو أن المورثتين مرتبطين خاصنا نحسب هاد النسب إلا لاحظنا هاد النسب هادي ديال هاد التزاوج هذا عطاني 45 و 38 دونك هاد جوج ديال المظاهر هادو مظاهر أبوية دونك باش نحسب النسبة شنو غندير غندير 45 مضروبة في 100 مقسومة على المجموع كله على المجموع ديال هاد ديال هذا بيان سور ديال هاد الخلف كله ككل الا جمعتو غتلقاو 100 داكو يعني 45 ضرب في 100 مقسوم على 100 اللي هي 45% هذا مظهر خارجي سائد اذنين منتصبتين ومخطم بلون فاتح الا حسبتو نفس النسبه هذه 38 ضربوها في 100 يعني 100% مقسومة على المجموع اللي هو 100 غتلقاو 38% هذا مظهر ابوي حتى هو ولكن متنحي باذنين غير منتصبتين ومخطم بلون قاتم هاد تسعد الخرف أذنين منتصبتين ومخطم بلون قاتم وثمانية هنا تسعد في مية وهنا ثمانية في مية جوج ديال المظاهر هما مظاهر جديدة التركيب إلا لاحظتو بأن إلا جمعنا 45% مية مع 38% تقريبا غتعطيني نسب اللي هي كبيرة جدا يعني المظاهر الأبوية بيان سور كتمثل نسبة كبيرة
مقارنة مع المظاهر الجديدة للتركيب، ولا أكبر من المظاهر الجديدة للتركيب اللي هي لاكت مثلية 17%. إذا المورثتين مرتبطتين، داكو ديما هذه قاعدة. مي كيكونوا عندي المظاهر الأبوية، نسبة المظاهر الأبوية أكبر من نسبة المظاهر الجديدة للتركيب، أوتوماتيك ممكن تكون المورثتين مرتبطتين. داكو هنا استنتج الأنماط الوراثية للأبوين، بما أن الخلف بيان سوغ غير متجانس، إذا الأبوين بيان سوغ مختلفين، كيكونوا مختلفي الاقتران. دونك هاد الأبوين هما اللي حاش قال لنا السائد، السائد مع واحد متنحي، متنحي غيكون بيان سوغ غيكون متشابه الاقتران دائما، ولكن بالنسبة للمظهر الخارجي السائد غيكون مختلف الاقتران. يعني تو سامبلومون هذاك بالنسبة النمط الوراثي ديال النعاج ذات المظهر السائد غتكون مختلفة الاقتران، هي اللي خلات داك الخلف يكون غير متجانس، يعني غروند اس غروند دي بتيت دي غروند اس بتيت اس. داكو هادو ديال المظهر الأذني يعني مختلف غروند دي بتيت دي، وهذا المظهر ديال الخطام لون الخطام باردون غروند اس بتيت اس. داكو وبالنسبة للنمط الوراثي للأكباش ذات المظهر المتنحي، بما المتنحي كيكون متشابه الاقتران بتيت دي داكو دي دي و بتيت اس بتيت اس. هذا فيما يخص السؤال الثاني. ندوزو دابا السؤال الموالي، فسر نتائج التزاوج الاختباري بالاستعانة بشبكة التزاوج. دونك بالنسبه للتفسير دائما في التفسير كنديروا مظهر خارجي، عندي الاب وبيان سور الاب هنايا شنو عندهم، يعني قلنا انه واحد المظهر سائد، يعني غادي بالنسبه للمظهر كنديروا بين عقفتين كيف ما كتشوفوا. دونك المظهر سائد يعني اوتوماتيكمون غروند دي و غروند اس، الوغ كو المظهر الخارجي متنحي بتيت دي اوتوماتيكمون و فيغكول بتيت اس. الانماط الوراثيه واحد سائد ومختلف الاقتران، يعني غروند دي بتيت دي و غروند اس بتيت اس، الوغ كو المتشابه الاقتران كيف ما قلت لكم دائما كيكون هذا المتنحي كيكون متشابه الاقتران بتيت دي بتيت دي و بتيت اس بتيت اس. الامشاج غيعطيني نوع واحد الامشاج اللي هو بتيت دي اس 100%، الوغ كو هذا المختلف الاقتران غادي يعطيني 4 ديال الامشاج اللي هي مختلفه. داكو راه الامشاج دونك كيف ما قلت لكم الشبكه ديال التزاوج كنوضعوا فيها الامشاج بيان سو الذكريه والامشاج الانثويه. هنا عندي 4 ديال الامشاج مختلفه وكنوضعوا النسب هنا كيف ما قلت لكم عطاني 4 الامشاج مختلفه حتى وقعت ظاهره العبور، كل واحد والنسبة ديالو. الأمشاج الأبوية بالنسبة لي هي كبيرة، النسيج السائد 45%، المتنحي 38%، ألوغ كو الأمشاج جديد التركيب 9% 8%. كنوضعوهم بهذا الشكل هذا حيت هما أمشاج بيان سور ديال الأم، ألوغ كو الأمشاج الأب كاين نسيج واحد كيمثل 100% اللي هو بيان سور متنحي دي اس. وكنديرو الالتقاء ديال هاد الأمشاج هادو باش يعطيني واحد النمط وراثي، أون فان كونت باش يعطيني واحد المظهر خارجي غادي يعطيني غنكتب بنفس النسب حيت هنا 100% يعطيني مظهر سائد ابوي بنسبه 45% غروند دي غروند اس، الوغ كو المظهر الابوي المتنحي بتيت دي بتيت اس كيم 38%، المظاهر الجديده التركيب غروند دي بتيت اس كتمثل 99%، الوغ كو مظهر جديد التركيب بتيت دي غروند اس كيم 8%. داكوغ واضح. دابا ندوزو السؤال الموالي والسؤال الاخير في هذا الامتحان هذا اللي هو الخريطه العامليه. دونك شنو عطاني؟ انجز الخريطه العامليه للمورثتي المدرستين. دونك عندي جوج مورثات، مورثه الاذنين ومورثه بيان سور اللون. دونك هنايا غادي باش غادي نقدر نجز الخريطه العامليه خصني نحسب المسافه ما بين المورثتين. داكو المسافه ما بين المورثتين، المسافه ما بين المورثتين هي المجموع ديال المظاهر الجديده للتركيب، مظاهر جديده للتركيب اللي هي 9% و 8% غنجمعهم غتعطينا 17%، وغادي نرسم واحد الخط. داكو غتعطيني 17%، هذيك 17% هي 17 سنتي مورغان. داكو حيت كل 1% كيمثل ليا 1 سنتي مورغان، وغنرسمها بهذا الشكل. غنوضع المورثتين جوج بهم، المورثه الاولى
داكوغ كون دي بتيت دي مسؤولة عن الأذن، كنوضع بهذا الشكل ونوري ديال اللون ديال بيان سور ديال اللون كنوضعها بهذا الشكل اس كون اس بتيت اس، وكندير المسافة بيناتهم هي 17 سنتي مورغان داكوغ، حيت كل كون 1% كتمثل 1 سنتي مورغان، وانا حسبت نسبة الأفراج التركيب اللي هي 17%، يعني المسافة بين الموريتتين هي 17 سنتي مورغان داكوغ، وكنمثلها بهذا الشكل هذا. وهنا بيان سور كنكونو سالينا الامتحان الوطني للدورة العادية لي بيان سور تلاميذات علوم الحياة والأرض لسنة 2020، امتحان اللي هو بسيط جدا. دونك كنقول لكم إلى اللقاء، إلى تسجيل بيان سور جديد.